Sorry, necesitas montar un botón. Ya te ha aclarado el caso. ¿Por qué no se le ha aclarado el caso? ¿Por qué no se le ha aclarado el caso? ¿Por qué no se le ha aclarado el caso? ¿Por qué no se le ha aclarado el caso? ¿Por qué مع لا مخدرات من النقط اللي يحكيو لنا حال الاذاعه خاصه ويعدي كان في الاغاني كمان يعدي كان في الاغاني فقط نحب يعدي رساله لجماعته معناها الباعات الحشيش اذا كان ما فماش معناها الجو عادي يعدي لهم الجو واذا كان فما مش يعديهم في الجو غيم يعني التوظيف بالضبط الخاص يريد ان يوظف يريد الربح الخاص يريد ان يوظف ويريد الربح والان هو في السياسه بتاع الدوله السياسه الثقافيه السياسه الابداعيه العلميه مكوناتها الشخصيه كيفاش نجم كيفاش القطاع العام كيفاش القطاع العام بتاعنا يكون حاجه كيفاش القطاع العام بتاعنا يخلي كما شوفوا في سوريا في وقت كورونا معناها الدولة هي اللي خدمت على عاتقها إنتاج المسلسلات الضخمة الكواس والجوارح وغيره وغيره من الفصحى باش من عاد تحركت. أما إذا كان نولوا كيما الخاص كيما العام ف يا أخي هذا الوسط. طبعا المسرحيات الإذاعية شهدت تطور في مستوى المضامين وتطور زاد في مستوى الشكل. يعني ثم تقول انت مواكبه من حتى التقنيات الحديثه كيفاش تشوف انت التطور هذا يزيد يخدمها ولا ما نعرفش يزيد انا نتصور يعني كل ما فما تطور تقني جديد يخدم الدراما بصفه عامه كيما في المسرح كيما المسرح الاذاعي صباح انا سجلوا معايا الحبيب غزال يؤدي في تيرادا يعني على اساس انها خطبه جماهيريه. نعم. قلت له نحبك تقراها بطريقه اخرى ما هيش خطاب بقدر ما هي كلام موجه في عمق التاريخ، وانا مش نحط لك قطاره ماء تحت صوتك. يعني هو التجريب في المسرح. نعم. اذا كان المسرح الاذاعي يستفيد من التقنيه المسرحيه.